احنا اول عاد مشكور اول هو جزائري جاء جاب معاه ديالو زار عائله انتشرت في العائله كان عرس انتشرت وراح انا سيد والي بالمناسبه هذه الاعراس وهذا الشيء اللي ممكن ما موش ظهر هذا اللي ادى لان عندنا 25 الى 30% من المصابين اصابات عائليه 25% فاميليو هذا في الجنازات او في عده فرص.